كالوزير أبو فاعور الذي لا يترك مناسبة أو فرصة إلا ويمارس إرهابا معنويا من أجل تأمين المقومات التي يطالب فيها. لهذا لن أدخل في كثير من التفاصيل، لكن أقول أننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب، وهي تحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة. ليس ما نقدم عليه بالأمر السهل، وتفصيله ليس ماديا فقط، بل يبدأ بشكل أساسي من الحاجة إلى قاعدة من الرعاية الصحية الأولية التي تصفي الحالات التي يجب أن تحول إلى المستشفيات، وبدونها سيترتب علينا الكثير من الحاجات التي لن تستطيع دولة كدولتنا في واقعها الراهن أن تؤمنها، ولم تستطع دول بنظام متطور وإمكانيات كبيرة أن تحققها. نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة تبدأ من الرعاية الصحية الأولية لتصل إلى مرحلة الدخول إلى المستشفى لذوي الأعمار العالية. اليوم هذه الخطوة نريدها أن تكون خطوة باتجاه التغطية الصحية الشاملة المبنية على نظام صحي متكامل يبدأ من الولادة وصولاً إلى الوفاة. وهذا الأمر وإن كان صعباً لكنه ليس متعذراً بإرادة جدية نشهدها مع وزير الصحة وبتجاوب الإدارة ومكونات السلطة ككل مع الدراسات العلمية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند مثل هذه الحالات. ما سمعناه اليوم أن 2.7% من الفاتورة الصحية تكفي لتغطية هذه الحالات. أنا أتمنى أن يكون هذا الرقم رقماً صحيحاً، لأنه عندما تصبح كما أشار النقيب قبل قليل، عندما تصبح الفاتورة مجانية يصبح الإقدام على استخدام هذه الفرصة هو متاح أكثر، ويشكل نوع من الترغيب للمستهلك لصاحب الحاجة الطبية، وبالتالي سترتفع أكثر فأكثر الفاتورة بهذا الخصوص. علينا أن نكون منتبهين، وعلينا أن نتعاطى بمسؤولية وبتكامل بين كل القطاعات المعنية بإنجاح هذه الفرصة. اليوم الوزارة أقدمت على هذا الأمر، كل عناصر مقدمي الخدمات إلى المستهلك إلى الإدارة المعنية يجب أن تتكامل أدوارهم مع بعضهم البعض، وأن تترافق مع حملة إعلامية توعوية لهذه الخدمة الجديدة. ربما يبدو مستغرباً أن تقدم حكومة تواجه مثل هذه التحديات الكبرى على بعض الإجراءات الجذرية فيما يتعلق بعمل وزاراتها، لكن هذا الإصرار نأخذه دوماً من دولة الرئيس تمام إسلام الذي بتجربته أو بتجربتنا معه أثبت قدرته على المزاوجة بين حالة الإحباط التي يفرضها إداؤنا جميعاً تجاه هذه الدولة وهذه الحكومة، وبين إصراره على إعطاء الفرصة لأي مبادرة تستطيع أن تخرق هذا الجدار الكبير بين المواطن ودولته. اليوم نحن نفتح ثغرة في هذا الجدار الذي زاد مساحة قلق اللبنانيين، وهذا الجدار الذي أضعف كثيراً ثقتهم بالدولة. نفتح ثغرة نريد أن تتوسع أكثر فأكثر مع تحمل الحكومة مسؤولياتها في إقرار التوجهات التي أرسيناها بالأمس على المستوى المالي. ربما لا نستطيع أن نحقق كل ما نحلم به، كل ما نطمح إليه على المستوى المالي، لكن إذا ما أنجزنا أقل المطلوب
والمهم بنفس الوقت وهو إقرار موازنة عامة، نكون قد خطينا خطوة متقدمة إلى الأمام ووسعنا المساحة المفتوحة في هذا الجدار بيننا وبين الناس. فلتكن كل أعمالنا من أجل خدمة هؤلاء الناس. شكرا لكم، شكرا لمعالي وزير الصحة. الإنجاز منه بالوصول لمنصب وزير، الإنجاز هو أنه تعمل وزير تكون الناس عم تدعي له بالخير. معالي الوزير. دولة الرئيس، معالي الوزير، زميل، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم. بداية شكراً دولة الرئيس على الدعم، على الرعاية، على الاحتضان لكل مبادرات وزارة الصحة ومنها هذه المبادرة. وأتذكر يوم استدعيتني إلى جلسة استجواب حول هذا المشروع وتعرضت لما تعرضت إليه من عملية تعذيب ذهني إلى أن وافقت على هذا المشروع وتبنيته بالكامل. لا نقدر نمشي الإرهاب. لأن تبنيت هذا المشروع وأنت المهجوس دوماً بما يعزز فكرة الدولة في ذهن المواطن كما على أرض الواقع. دولة الرئيس في زمن ينظر إليه باعتباره زمن انهيار الدولة. تسعى ونحاول أن نسعى معك لما يعزز فكرة الدولة ولما يحميها ولما يكرسها في ذهن المواطن كما في حياته. في زمن ينظر إليه باعتباره زمن الخيبات المتتالية، من خيبة النفايات إلى خيبة الإنترنت غير الشرعي إلى خيبة شبكة الدعارة إلى غيرها وغيرها من الخيبات التي لا تزال تتوالى. نحاول وإياك وكثر في هذه الحكومة منهم وزير المال وغيره من الوزراء أن نرد على هذه الخيبة بأن نصنع الأمل في ذهن المواطن اللبناني. في زمن دولة الرئيس هو زمن تناحر المجموعات، المجموعات اللبنانية. نحاول وإياك أيضا أن نبحث عن حقوق المواطن الفرد. حقوق المجموعات تضمن، لكن من يضمن حقوق الفرد؟ حقوق المواطن اللبناني، سواء انتمى أو لن ينتمي سياسيا أو طائفيا أو حزبيا. لا حاجة دولة الرئيس إلى أدلة إضافية على قصور الدولة تاريخيا في وظيفتها الاجتماعية وفي دورها الاجتماعي تجاه المواطن اللبناني. وقد سبقتنا الكثير من الدول إلى مرحلة باتت فيها المكتسبات الاجتماعية أمرا خارج النقاش، بينما في لبنان نضطر إلى بعض الأسئلة البديهية، سؤال العلم، سؤال الطبابي، سؤال الاستشفاء. وهذه أسئلة باتت في كثير من الدول التي أنجزت ثوراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أسئلة من الماضي. هذا المشروع دولة الرئيس كما تناقشنا فيه وكما يعرف معالي وزير المال لا يستنبط العجائب، وكما شرح الدكتور عمار نحن نتحدث عن موازنة هي 17 مليار ليرة لبنانية تؤمن التغطية والاستشفاء. يعني نحن نرفع استشفاء أو التغطية للمواطن اللبناني الذي تجاوز عمر 64 عام من 85% ل100%. لماذا؟ لأنه في أرذل العمر الإنسان يحتاج إلى من يقف بجانبه، يحتاج إلى الدولة أولا قبل أن يحتاج إلى أي أمر أو إنسان آخر. رفع التغطية من 85% ل100% عم نحكي عن 17 مليار. وأنا أفهم هواجس والطروحات التي طرحها معالي وزير المالية، ولكن هناك ضوابط لهذا القانون. هناك ضوابط أولا لمنع الاستغلال. منع الاستغلال عبر أولا هناك admission criteria، يعني آلية قبول سيتم البدء بتطبيقها في المستشفيات. من واجبها أن تميز بين الحالات التي يجب أن تدخل المستشفى والحالات التي يجب أن لا تدخل المستشفى. لن يحرم مواطن لبناني من دخول المستشفى إذا كان يحتاج ذلك، ولكن لن يسمح لآخر يستغل
هذا القرار أو يستغل الرعاية الصحية العادية الموجودة من قبل وزارة الصحة بالدخول إلى مستشفى إذا هو ليس بحاجة، منه بحاجة لأن وضع الصحي ما بيقتضي، أو منه بحاجة لأنه جاي بدل ما يعمل فحوصات بده يفوت على المستشفى يقعد 3-4 أيام بالمستشفى هو منه بحاجة. وهذه آلية القبول الأدميشن كريتيريا، ما بعرف إذا التعبير بالعربي مزبوط، ستبدأ التطبيقها فورا في كل المستشفيات. ثانيا، هناك آلية لضبط ما أسميه النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، كي لا يحصل نزوح من عند معالي وزير العمل على وزارة الصحة. هناك آلية بيننا وبين الضمان الاجتماعي كي لا يبدأ البعض بأنه بيلغي ضمانه أو بيلغي ضمان حدا هو ضامنه تيروح على وزارة الصحة. وبالتالي نحن نستبعد أي إمكانية زيادة أعداد من الناس كانوا مضمونين بأماكن أخرى. ثالثا، نحن نعمل على آلية لضبط الانتقال أو النزوح من شركات التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة. مع هذه الضوابط الثلاث آمل بأننا لن نقع في محظور الاستغلال الذي يمكن أن يخاف منه وزير المال أو وزير الصحة أو أي مسؤول في الدولة. 17 مليار، نعم السؤال، في دولة تعاني ما تعانيه على المستوى المالي من أين؟ سؤال محق. من أين؟ أولاً من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة والتي تلحقها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات، ازدياد السكان، في كل موازنة جديدة، في كل اقتراح موازنة. وأنا هنا أوجه الشكر إلى معالي وزير المال الذي لم يشفى من ندوب وزارة الصحة، والذي لم يشفى من أعراض وزارة الصحة، فهو عاش في هذه الوزارة عاين قضايا المواطنين حاجات، وحمل معه هذا الاهتمام وهذا الهم إلى وزارة المالية. لذلك أنا أشكره على التلبية السريعة لكل مطالب وزارة الصحة دون إرهاب حبياً في مجلس وزراء وخارج مجلس وزراء. وأملنا كبير بأن معالي الوزير بحسه الاجتماعي سيستمر في هذا الأمر. إلنا بعد بذمته 5 مليارات مع الوزير، مش هيك؟ شو؟ 5 مليارات؟ آه 7. أولاً، هناك الزيادة السنوية اللي بتجي على موازنة وزارة الصحة التي تغطي هذه الحاجة. طبعاً هناك مطالبة محقة لدى المستشفيات بأن هذه الزيادة تروح إلى زيادة التعرفة. وأنا هنا، ما حدا يستغرب ودي تجاه المستشفيات، نعم أنا أضم صوتي إلى صوت نقابة المستشفيات بالمطالب بزيادة التعرفة، لأن التعرفة الحالية ليست التعرفة التي يجب أن تكون. التعرفة الحالية هي تعرفة غير عادلة، وجزء كبير من أزماتنا بالمستشفيات هي أن التعرفة مش بحجم المبلغ اللي لازم تكون فيه. ولكن إذا ما كان هناك هذا المبلغ، فوزارة الصحة ارتأت بأن تذهب بهذا المبلغ إلى تغطية ناس ما عندهم تغطية كاملة بدل أن تذهب إلى التعرفة. ولكن هذا لا يعني إلا أنني أطالب وأدعم وأقف إلى جانب المستشفيات في المطالبة برفع التعرفة. وهذه ليست دعم وهمي، بل أنا مقتنع بهذا الأمر. وسبق وتحدث الدكتور عمار عن الإنفاق على الصحة في لبنان قياساً إلى الإنفاق في باقي الدول، ونسبة مشاركة الدولة في هذا الإنفاق على الصحة إذا ما نظرنا إليه اللي هي بلبنان نسبة متدنية بعتقد 37% من فاتورة الاستشفاء. المصدر الثاني للأموال التي قد نحتاجها هي الوفر الحقيقي الذي تحقق في أكثر من مبادرة قامت بها وزارة الصحة. أولاً، شبكة الرعاية الصحية الأولية التي يجري العمل عليها في وزارة الصحة منذ سنوات وسنوات، واللي صار عندنا بموجبها مثل ما تحدث مع الوزير 220 مركز على امتداد المناطق اللبنانية، ونحن عندما نصل إلى 250 مركز بنكون غطينا كل المناطق اللبنانية. قيمة هذه المراكز، مراكز الرعاية الصحية الأولية، أنها ممكن أن تمتص جزء من الحاجات، وبالتالي تعفي المستشفيات من الكثير من الحالات التي يمكن معالجتها في مراكز صحية متخصصة ومجهزة. ثانياً، نظام الاعتماد الذي تم اعتماده في وزارة الصحة، نظام الاعتماد الأكريديتيشن سيستم الجديد الذي يقود إلى تخفيض التصنيف لبعض المستشفيات. وعندما نقول يقود إلى تخفيض التصنيف نتيجة الخدمة أو نتيجة اعتبارات معينة، يقود إلى تخفيض التعرفة، وبالتالي يحقق وفراً في موازنة المستشفيات، يعني في موازنة المستشفيات في وزارة الصحة. ثالثاً،
التدقيق الآلي المعتمد في نظام الأوديتنج سيستم الموجود بوزارة الصحة، اللي نحن بنعتقد واللي التجربة أدت إلا أنه يقود أيضا إلى وفر حقيقي. رابعا، نظام التدقيق عبر الشركات التي تم تلزيمها التدقيق في المستشفيات. عبر إدارة المناقصات تم تلزيم التدقيق في المستشفيات إلى شركات متخصصة. عملنا مشروع اختباري لهذا الطرح لنظام الترقيق، بتصور خمسة أشهر الوفر المتحقق في هذا الأمر 5% نتيجة الترقيق، لأنه نحن نحتاج إلى إعادة النظر بتجربة الرقابة عبر الأطباء المراقبين حصرا بالمستشفيات، بينما إذا تكامل العمل بين الأطباء المراقبين وبين شركات الترقيق المختصة اللي هي عملنا لها أمر مباشرة، بتصور أنه سيكون الوفر وفرا حقيقيا وواضحا جدا. الخلاصة، دولة الرئيس، الشعار التاريخي في لبنان هو تخفيض الإنفاق، بينما الشعار الحقيقي يجب أن يكون تصويب الإنفاق بمعنى التخفيف من الإنفاق غير المجدي لمصلحة الإنفاق المجدي. أعرف دولة الرئيس، حضور الكريم، أن في هذا المشروع الذي نعلنه اليوم ثمة مغامرة، وأعلم أنه بعد المغامرة ثمة معركة، لبل معارك لضمان تطبيقه. أنا أعول بشكل كبير على تفهم المستشفيات، أعول بشكل كبير على الكلام الطيب الذي استمعت إليه من النقيب، ولكن أنبه إلى أن هذا القرار قرار ملزم وآمل الالتزام به كي لا نصل إلى ما لا نحبذ أن نصل إليه في العلاقة بين وزارة الصحة وبين المستشفيات. دولة الرئيس، باختصار، نظامنا السياسي ظالم، نظامنا الاقتصادي جائر، نظامنا الصحي غير عادل. آمل أن نكون في هذه الخطوة اليوم نسير باتجاه نظام صحي أكثر عدالي. آمل أن نكون وإياك اليوم نسير خطوة إضافية بعد شبكة الرعاية الصحية الأولية باتجاه الحلم التاريخي للمواطنين اللبنانيين والطرح التاريخي لكثير من القوى في لبنان، وهو التغطية الصحية الشاملة. شكرا. صابر على هموم ومشاكل كتيرة بالحكومة، بس من وقت لوقت في مشاريع بتفش الخلق. مسك الختام معك دولة الرئيس. المسنون هم موضوع لقائنا اليوم، والمسنون هم فئة كريمة من الشعب اللبناني بحاجة إلى رعاية بشكل عام وإلى رعاية صحية بشكل خاص. في العالم المتمدن هناك ما يعرف بالسينيور سيتيزن، يعني بالترجمة المواطن الكبير. الكبير ليس بالضرورة في السن، وإنما أيضا بالقيمة وبالمكانة. وهناك خدمات جلة تقدم إلى هذا المواطن في ميادين مختلفة وقطاعات، فبالتالي من الحري بنا أن نعتني بهذا المواطن في الجانب الحياتي المتطلب والضاغط عندما يصبح في هذا السن، ألا وهو الجانب الصحي. هنيئا لنا بهذه الخطوة، هنيئا لكل اللبنانيين بهذا الإنجاز الكبير يا معالي وزير الصحة، وأنت التي تعمل بشكل دؤوب ومتواصل في هذا الملف وفي غيره، إلى حد أنك تقلق البلد وتقلق الناس وتطلق الحالة العامة في مواضيع شتى لها علاقة بالصحة العامة في البلاد. ومن أهم في رأيي ما تحقق اليوم
أنه يتحقق على أيدي وزراء شباب يدركون أهمية المحافظة على كبارنا. وبالتالي ألف مبروك لك يا معالي وزير الصحة، وأيضاً لمعالي وزير المالية على دعمه لهذا المشروع. إنه مشروع طموح، وكما علمنا هو في إطار وفر موجود في الوزارة، ويصب أيضاً فيما نطمح إليه جميعاً من ترشيد للإنفاق العام. نأمل أن ينجح هذا المشروع ويتأكد ويستكمل في كل المجالات الصحية الأخرى. ومن أبرز هذه المجالات في رأيي هو الصحة العامة للبلاد، الصحة السياسية في البلاد، الصحة الوطنية في البلاد. هذه أيضاً تحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة ونوعية للنهوض بالتحديات تواجه لبنان واللبنانيين في ظل الواقع المأساوي التي تعيشه المنطقة، بل يعيشه العالم، ونتابعه يوميا بأحداث هنا وهناك، ونقول لأنفسنا ويقول كل اللبنانيون سويا: الحمد لله أننا إلى الآن في لبنان متماسكين متضامنين محصنين، وبلدنا لبنان بأمان، بأمن وبأمان. إن شاء الله يستمر ذلك. ولكن من أجل هذا المطلوب، نعم المطلوب، معالجة ملفات أساسية في البلد. بالأمس تابعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت التقرير المالي الذي عرض علينا من قبل وزير المالية، الذي يتعاطى مع الوضع المالي منذ زمن بكثير من الإقدام وبكثير من الجرأة، ويواكب كثير من الاستحقاقات تدهم علينا في مجال المالي من الخارج كما من الداخل، ونسعى جميعا إلى معالجتها. ولكن ما يمكننا أقوله أنه في جلسة أمس لمست ربما لأول مرة أن هناك وعي وإدراك ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة للبلاد، وضرورة أن نتجاوز بمعالجتنا لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الكثير الكثير من خصوصياتنا ومن حساسياتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي مع الأسف تطغى على الكثير من الملفات. لمسنا أنه ربما نحن مقبلون في الشهرين القادمين إلى معالجة هذا الموضوع بجدية، وبعد 10 سنوات من غياب موازنة سيكون للبنان موازنة إن شاء الله تساهم في كثير من حاجاتنا. لا أنفي أن هناك ما زال عقبات، ولكن آمل أن تذلل لنتمكن من مزيد من تحصين للوطن. نعم هناك ملفات أخرى بحاجة إلى معالجة وإلى ارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وأبرزها ما يعود ليس اليوم بالخير على الوطن، ولكن أيضاً بالمستقبل بالخير على أجيالنا وعلى مستقبل لبنان. كما تعلمون هناك ملف النفط والغاز، هذا ملف سيأخذ مداه ومجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تحصن هذا الملف. وسنبذل جهد أيضاً في ملفات أخرى مثل الكهرباء، مثل النفايات، مثل الاتصالات، وعديد منها مع الأسف أخضع لحالة صحية سياسية في البلد لم تكن وما زالت إلى حد بعيد في وضع حرج وفي عناية فائقة. ومن أبرز
هذه المواضيع كما تعلمون، بل ربما هو الموضوع المدخل لكثير من مستقبل مناعة وطننا صحيا ورعائيا وسياسيا ووطنيا، ألا وهو ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فإن شاء الله نتمكن في ظل هذا الشعور من التأكيد على عدم تراجع أو انهيار أو سقوط الوطن إن شاء الله. المسؤوليات كبيرة، سنستمر في تحملها، في التصدي لكل ما هو أمامنا، وإن شاء الله تكون الروح إيجابية عند الجميع، تكون روح المسؤولية سائدة عند الجميع، على غرار ما تم اليوم أمامنا من تعاون وثيق بين وزير الصحة ووزير المال لإنضاج هذا المشروع وللمضي فيه به. فأنا أملي وثقتي كبيرة بوطني وبأبناء وطني وبما يحملوننا إياه من مسؤولية، إن شاء الله نحن وإياهم نتطلع إلى إنجازات وإلى خطوات تعزز ثقتهم بوطنهم وبقياداتهم وبمسؤوليهم. وكل لقاء وأنتم في هذا السراي الكبير حيث يتم احتضان أغلب المشاريع نزولا عند رغبة أصحابها من الوزراء، إن شاء الله نكون منبرا دائما لاحتضان هموم وشؤون الوطن. وكل لقاء وأنتم.